اهلا بيكم ومرحبا في قناتكم قناة روزا تشانل وفيديو جديد عن مسلسل لعبة الحظ. قبل ما نبدأ حط لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. اعملي فولو على انستجرام، متنسوش تعملي سبسكرايب للقناة التانية، سيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدأ في الفيديو ده. هكلمكم عن مسلسل لعبة الحظ وملخص احداث الحلقة التالتة من المسلسل، وايضا وانا بعرض لكم الملخص هعرض لكم صور مسربة من الحلقة واخبار حصرية، فكملوا الفيديو للاخر. وملخص احداث الحلقه الثالثه من مسلسل لعبه الحظ هو توتشي هتطلب من ادا ان هي تخبرها عن كل خطط برا اللي بتحصل في حياته، يعني ادا هتعمل كنوع من انواع المتجسسين على برا لصالح توتشي، لانها فاهمه ان توتشي بتحب برا وبتوافق ادا على انها تكون اداه تجسس لتوتشي. وهتيجي لياسمين وسيلين وهتعمل عقد صفقه بين توتشي وبرا، وهيتفقوا كلهم ان هما يحاولوا يقربوا بورا لتوتشا، وهيعود روزجار، وأدا هتتخذ خطوة أخرى للأمام في الشركة، وهتبدأ في تدريس توتشا وتعرفها عن كل حياة بورا. وأدا هتعمل محادثة أو شات بين توتشا وما بين بورا على الموقع اللي بيستخدمه بورا التابع للشركة المسؤول عنها، وهيحصل شيء هيجعل بدل من توتشا هي اللي بتتكلم مع بورا على الشات، أدا هي اللي هتكون بتتكلم مع بورا، وهيكونوا في وضع جيد جدا في المراسلات سويا، وهيتحركوا من مغامرة لمغامرة تانية. وبورا هيكون بيفكر في إيجاد مادة جيدة لسلسلة المقالات الجديدة اللي هيعملها. وكل اللي حصل ده هيجعل روزجار يشك بإن إيه اللي بيحصل ما بين توتشا وأدا في الشركة، وإن هما إزاي بقوا أصدقاء كده. بورا هيدعي أدا إلى الجبل وقت ما توتشا هتكون محتاجة علاقة جيدة ما بينها وما بين بورا، هتكون في حالة من الفوضى لأن بورا مش هيكون موجود معاها وهيكون مع أدا على الجبل. وبس كده، وده ملخص أحداث الحلقة. وبالنسبة للأخبار، في فئة أكثر مسلسلات حديثا هذا الأسبوع، مسلسل لعبة الحظ احتل المركز الخامس من بين 10 مراكز بعرض أصوات 113,100 صوت. هو في المركز الخامس، ده شيء جيد ليه، لكن أنا كنت بتوقع أن هو يكون في فئة أكبر من كده، لان انا فعلا حبيت المسلسل وحسيته محتاج يرتفع اكتر من كده، لانه فعلا مسلسل صيفي بمعنى الكلمه وحلو جدا، فاكيد مع الحلقات القادمه هيكون بيرتفع اكتر من كده لانه يستاهل. وشركه الانتاج نزلت الصوره دي وكانت بتعمل ترويج للحلقه الثالثه، واضح كده ان دي صوره لبورا وادا وهم على الجبل. وجمره وايتاش او بورا وادا كتبوا تعليقات على الصوره، وجمره قالت كم انا سعيده انها واضحة على وجهي، طبعا ملامح وجهها عكس تماما الكلام اللي هي كاتباه في التعليق. واضح كده ان بورا غاصب عليها انها تكون بتركب العجلة او الدراجة، لان ايتاش بيرد عليها وكاتب ضحكة انا سعيد هذه المرة، يعني واضح ان في المشهد ده بورا هيتسلط على ايدا وهينفذ اللي في دماغه. وبس كده يكون الفيديو خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا رايكم في الكومنتات، لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوه في الكومنتات وانا هرد عليكم. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.